مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من المزح نص جد من تلفزيون الآن بموسمه الثالث. للي ما عم يلحق يحضره على التلفزيون فيفوت على تشانل قناة تلفزيون الآن على يوتيوب ويرجع يعمل لايك اند سبسكرايب ويحضر الحلقة من أول بجديد ويشوف ضيفنا أو ضيفتنا الليلة اللي رح تقعد على هيدي الكرسي وتواجه أسوأ مخاوفها وتواجه أسئلة جريئة وصريحة ممكن تطلع منها تصريحات وسكوبات يمكن قبل ما قالتها وتحتل عناوين السوشيال ميديا وعناوين الويب سايتات الفنية خاصة على مدة شهر وشهرين وثلاثة لقدام. ضيفتي بحلقة الليلة هيدا مع ضيوف العاديين فكيف بالحال مع ضيفتي بحلقة الليلة اللي هي أصلا نجمة سوشيال ميديا وملكة الترندات وبتحتل العناوين أصلا بدون جميلتنا عندها من المضمون ومن الماتيريال اللي بيطلع منها مقابلة سوبر حلوة سوبر لذيذة سوبر انترستينج. هي النجمة الوحيدة اللي عندها مملكة باسمها مملكة كلينك ستانز في كتير كبيرة للكوين ميريام كلينك. روح هلو هاي ميريام. هاي كيفك سبا؟ تفضلي. ميريام كيفك اول شيء؟ اول شيء كيفك؟ اشتقنا لك. انا كمان كمانه جربوه. لا جربوها بغير برنامج ما بجيبه معي وانت اللي سميتيه جربوه. صح انت اللي سميتيه جربوه وضل معنا على مدة 7 سنين وجوزتها بتذكر. ايه وجوزتها جوزتها جربوها زهر. عملنا لها قصه طويله عريضه بلشت معك بستوري تيلينج تبعك. ميريام شو لابسه اول شيء؟ كثير حلو. ثانك يو ليجند اوفرول. قلت له تعي هلا رمضان فما لقيت شيء غير الاوفرول البسه سبيشال رمضان. ليه الباقي كله جريء عندي؟ كثير ايه. ما عندك شيء مش جريء؟ لا عندي مشكله ما بيشرطوني مثلا شو بدي احكي شو اهم شيء شو بدي البس. ليه مشكله؟ مش كل الشاشات بتحمل شو بتلبسي انت عاده؟ ايه ما بعرف ليه. وكان عندي برنامج بالزعيم يعني ما كان همهم شو بدي احكي بالسياسه بس اهم شيء كان شو بدي البس. يجوا على خزينة تشوفوا شو بدي البس يعني. لحظه سوري يعني خلينا نقول هيدا الشيء اللي انت لبسيه هلا هو الاكثر احتشاما؟ لا هيدا اللي لقيته هلا للحلقه بس حلو كثير. كثير حلو عن جد كثير حلو بيلبق لك الاوفر اول. وبدي لك شغله حتى هيدا المحتشم مبين عليك مش جريء بس انه جريء لا فيه اغراء يعني فيه ما لا ما هذا ستيل سمير يعني ما حقعد هلا انه حد شادور يعني اكيد لا. طيب في اليوم صار لك زمان ما طلعتي مقابلات معي. انا عم برفض المقابلات يعني ما بعرف ليه قبلت. ليه اول مره رفضت ما بعرف لانه اللي بيحاوروني دائما بحطوني باطار معين وبرجع عم بعمل يا ديبرشن يا بيستقطبوا الهيترز علي يا بيسالوا سؤالات عن جد بتجرح فما عم بحب لانه كثير بحط معي كانت انت عن جد في انت وفي كمان في كمان برنامج كثير حبيته اول ما طلعت غني عملوا لي شو على ذوقي لانه انا حدا شوي كاركتري صعب بحب الغنج والدلع والناس تهتم فيي فما بقى اطلع برنامج غير ما حس انه المحاور مهضوم وسيمبل وما عنده هول القصص الصحافه الصفراء مبتيئهم نيتو سيء. وانا بلا شيء انه اذا طلعت حيحكوا فكيف انه واحد بيسال سؤالات تافهه وسؤالات شيب وسؤالات بتفوتك باطار وسخ عم بتضايق. لا بس خليني لك سؤالين انه انا اليوم ببرنامجي في جد شوي مش كله مزح. لا ما عندي مشكلة بس انه انا عندي طبع استوفل اذا فيك تتحمل طبعي اوكي. انا بتحمل طبعك ميريام كلينك. خلينا بالجد ابو الناج. حكيت بالانترو انه هيدي المقابله معقول تتصدر عناوين الصحافه. انت يوجولي انت حكيتي هلا انه انت اطلالاتك اللي بيحكوا فيها عاده اذا جريئه ولا مش جريئه دائما متصدره عناوين الصحافه بجرئه اطلالاتك دائما. خلينا نكون صريحين يعني اذا اف يو جوجل ميريام كلينك او اذا بتحطي اسمك بالهيدا عناوين الصحافه من واللي انت قلتي عنها صفرة ظهرت عاريه في السرير. يا ريت يا ريت يا ريت. شو انا صحافه لانتم بتستضيفون عاملينهم ستار بيقولوا ميريام كلينك تغتصب حمارتها بليز بشرفك. هيا مثلا ظهرت عاريه في السرير. عاد وين عاريه لابسه شارشف تعود بكليب جديد والجمهور يهاجمها. عاد شو عاد لا بفيديو فاضح ميريام كلينك تثير الجدل. هيدي كلمه فاضح وما بعرف شو سيرة جد هول عن جد بزرزحوا لي بدقن صار وين الفضيحة؟ انت فاضح وين الناس بيعملوا فضايح بيعملوا سبعة ودمتها ما حدا بجيب سيرتهم بطلع مسترة بشارشف صغير قصير انه ام موديل. انت عرفت عني انه شيء بالميديا انه انا قلباز ام سوبر موديل يعني يو ار سوبر موديل يو ار ون اوف ذا بيست سوبر موديلز في لبنان. ما العالم ما بتعرف بفكرني انا عارضة انت عارضة وي عارضة ازياء بروفيشنال مش انه عارضة ازياء بتطلع بتصور صورتين لهيك. فالمشكلة عم بحطوني باطار which is not me عرفت يعني انت عندك مهنة محددة
مهدده وانا نسني اجنبي يعني يعني انا لما اروح عند عائلتي بصربيا انه ليه بيهاجموا بينصدموا لانه هنيك الموديل بتطلع انه عورات يعني تقريبا مثل ما صار مع اختها لجيجي حديد. طب ليه ما عشت بصربيا مريم؟ لا بعيش هون ما عندي مشكله بس هون غير معايير. نو هشام انا لما كنت اعمل موديلينج ما كان في عقد مثل هلا، هلا في تعصب ديني اوفر ما كان قبل موجود. اوكي يعني انت كنت بلبنان تتصرف كان صار... ما كان حدا يقول لك شيء. ايه كنا نطلع مثلا على التلفزيونات انه لوكال بلبنان، اطلع مثلا بسترينج ونحط ديكوسان مثلا مخدات ما حدا يقول شيء. اليوم يطلعوا على التي في بيك تايم، يعني بيك تايم يطلعوا الفاشن شوز، هلا ما بيحطوا بقى فاشن شوز. مزبوط، قبل كانوا يطلع قبل كانوا كنا نطلع لانجوري، كنا نطلع اوفر سكسي دريسز، ما حدا يقول شيء. هلا اذا وحده بين فخده شوي بتطلع بس مريم بس بدي اقول لك شغله، انت قلتي انه انا يعني بالاساس عارضه ازياء سوبر موديل صح واجنبيه بس واجنبي ونصك اجنبي وواضح على شكلك، يعني خلينا نكون صريحين شكلك مش لبناني، شكلك تيبيكلي يوروبيان، يو لوك يوروبيان. اذا مين ما شافك هلا انت يعملوا ميوت على صوتك بيفكروك اوروبي. بتعرف قبل لما كنت اعمل فاشن شوز مثلا يفكروني اجنبيه فاسمع شو يبربروا علينا بالعربي، يا الله شو كان يصير. فاخر شيء لما عرفوا لبناني صاروا يسكتوا. طيب سؤال بس، انت اليوم عم تقولي انه انا بالاصل بس سوبر موديل، بس انت هول القصص وهول العناوين صاروا يطلعوا لما صرتي تطلعي باغاني، انت يو ار سينجر. اوكي ليت مي تيل يو وات هابند تو مي، انا اي دونت ونت سينج. أوكي. انا مثلا في ناس مطلق عندهم بروجرامات ينقوا علي ينقوا علي بدك تغني بدي هني، انا ما خصني انا ما خصني عن جد. فكان في برنامج بالاو تي في وقتها من زمان فعملوا لي هن غنيه عنتر وطلعوا هناك عم نتسلى بدنا نعمل هيك. أوكي. عملنا عنتر، هن التي في سجلوا لي الغنيه مش انا رحت سجلت. رودولف رجع رودولف وقتها ايه وقتها وكسرت الدنيا. رجعوا عملوا لي حلقه ثانيه، رجعت عملت كلينك ريفوليوشن وكسرنا الدنيا. هي اجن حفلات يي من وين؟ وانا ما خصني عرفت؟ قلت واو بجي حفلات عم بدفعوا لي مصاري انه وعم بنشهر كثير، خلينا نكمل، عرفت شو قصدي؟ هيك صارت. طيب بس بعدين كملت، ليش ما رتبت القصص؟ يعني ليه عملت الجول مثلا؟ ليه ما رتبت الكارير؟ ما زالك فتة بكارير عم تعملي مصاري بيريو، هلا بحكيكي كاستيل. انا حدا كثير صارت. عم بحكيكي بصدق. ليه ما رتبتيها؟ ليش ما عملتي لها اطار؟ ليه ما ظبطتيها؟ ليه ما جبتي؟ انا لانه ما بحب غني كثير، يعني انه اي واز بلاينج ويز بيبل، لانه بعرف الناس شو بيدغدغ راسهم، شيء بيفتكروا شيء، في كبد في عقد، وان بلس حطوني باطار مكبو، يعني بيحكوا عني بقصص فخذوا، فهمت شو قصدي؟ انه خذوا اغانها صار يعني. هلا هيدا الكليب اسمه عملي بس كمل شو قالي له؟ عملي 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 القهوه وروقني بس انت تخيلت؟ اوكي بس شو بتقول؟ انت شو بتقول لمرتك الصبح؟ عملي لي قهوه، هي شو بتقول لك؟ هي شعب؟ عملي لي قهوه، عمل لي عادي. اوكي، انه عادي ما في شيء. هي بتفرق على كلمه. لو... هلا انتم بتتخيلوا تتخيل شو ما انا بندر. ما بتخيل شيء، بس هلا انت متقصدي انه تخيل انه حنتخيل. لا ما بيجينا اغاني، انا شبان شانتوز انه ماني مغنيه يعني. بس بعملهم بيجينا ناس بيقدموا لي اغاني انه اوكي بنتسلى. طيب وعملتي رجعتي غنيت كليب الجول؟ عملت غني لا جول اسمع لخبرك قصتها. لا قصه لا اتس نوت ذات سيمبل. جول كان انا عندي كان بالمانيا عندي حفله بالمانيا بياخذوني وستارز وهيك، فكان في شاب زعلان انه صوته حلو ومعصب من حياته وما حدا بيستضيفه، بليز ساعديني بليز ساعديني كل يوم كل الوقت ساعديني وساعديني. فقال لي عندي غنيه بوم. قلت شو هالبوم؟ رحنا صفقنا مشوار باخر صيدا ما بعرف وين عند حدا، سجلنا الغنيه انه انا على اساس جول انه جول انه جول فوت الجول ما بعرف شو انه عادي انه عرفت ما اخذتها سيريس عرفت ولا اخذتيها ب ب نو 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 فيري سمبل واي بالتمعين ايه وما فكرت بالكلام فتركتها هيك. رحنا صورنا، قال المخرج مش مخرج مصور هيك عادي، رحنا بمحل فهلا المخرج اللي صورني وما كان مخرج صار هلا اهم مخرج لحظه نو ريلي فشو صار؟ شو اسمه؟ خلص بليها ليه؟ لانه كنت صار في قصص هلا بخبرك. اوكي فشو اللي صار؟ رحنا انه صورناها فقال لي ما انا عندي بعرف كيف قدروا بالصحافه يحكوا عني، فشو عملت؟ قال لي بنصورها بملعب فوتبول. قلت له خلينا نصور بتخت لانه بتعمل عملت شيء وقف البلد وقف البلد الصحافه لك بالمخفر نازلين بالمخفر فبتعرف هن توتر وانا معوده كل فتره انه عندي قصص ومشاكل بوقتها. فاللي صار انه بالمخفر انه ماشي عم نلعب ونتسلى وكل الصحافه تحت ولايف على الاخبار بالتي في، يعني يوقف البلد انه تخيل اغنيه تافهه وما لها معنى وفي قصص ومشاكل بلبنان يعني اهم من هالشيء. فانا تسليت، اول شيء باخذ اتنشن، وثاني شيء قد انا قويه
وقفت البلد وطلع قرار سياسي من من حدا سياسي من وقتها وزير الاعلام سليم جريصاتي حضر الفيديو ايه بوقتها ايه يا ريت بيعملوا هيك قصص لشي مهام لشي مشاكل عم بتصير لواحد هلا اليوم ما عم بيقدر ياكل على طلعه الدولار بيعملوا هالقد قرارات سريعه ما عملوا صراحه عن جد انه عغنيت بايخه فانا اي لوك ات ذس وبضحك انه عرفت بس العالم في كثير بولينج يعني الصحافه بتستعملني لتجيب اودينس فهمت شو قصدي بس بتكسر فيي هيدا ما بقى اتحمله مشان هيك قلت لك ما بقى حب وي بعدت كومبليتلي لانه وعدت قاضي انه ما بقى اتعاطى شيء لانه صار معي كثير مشاكل ومن وقت كورونا اجت عقدها من وقت كورونا لليوم اختفيت من الاضواء ما بقى بدي ونسيوكي ما نسيوني لا اشتقتي للضوء؟ نو ما اشتقتي لانه الضوء موجود في مني وفيي يعني وين ما بروح في ضوء عرفت بيلت ان يا انه مش انه بدي اقعد هيك وكمان بدي اقول لك شغله لما عملت الغنيه بشوف قد ناس معطره والفنانين معطرين بشكل بيموتوا للضو اي عم تحكي انه جاد لانه مش بس اي حيلا حلقه لانه نكرني بعدين انه استعملني ونكرني فكر حيوصل مره احترق ما عرف يلعبها لو وقف معي لانه اجينا حفلات ودافعين مليونز اوف دولارز تنكون مع بعض نطلع كنت عم بحاربه قلت له وقتها سنفور وما بعرف شو خلص فتت في حرب فهون هو خسر فكر انه حيصير مشهور وصار ينطنط على التي في ويطلع وما حدا يستضيف انه انجا عرفت انزعجت كيف كسر فيك لما انا عم ساعده كنت لانه انا ما بفكر بال انت بس العالم بفسر للعالم انت عملت اغنيه معه ليفرجوا انه وقت عمل اغاني حلوه وهذا ما حدا لا مش هيك عملناها لنتسلى وهو انا بنتسلى ولا تجيب تضوي عليه انا اي ونت تو هيلب هيم انه عن جد مهضوم وصرنا كثير قراب من بعض وسافرنا سوا وعمل حفلات ومتضايق هو وانا فور مي اتس سو ايزي يعني يستضيفوني انا كنت جست موديل ولا شيء كان كل سنه كان عندي 5-6 انترفيو انا بس موديل كيف واحد مطرب لا كيف واحد مطرب وصوته حلو انه بيعمل في غيره بتصير عرفت كنتي بعزا وديع ابن سلطان الطرب جرجو الصوف ليه حرصتي انك تكوني لانه تعرفت مره على جرجو الصوف عزمني لعنده اوكي وبما صفته انه بعرفه انه وضع كثير صعب لسار خاصه قصص كرمال انزعجت لانه هاي صوره لعليك مع وديع ومع ابو وديع بتعرفي وديع كنتي كمان لا ما بعرفهم هون كنت انا بكافيه عم بتعشى وطلبوا يتسني يتصوروا معي ايه فرحت و مش يتصور يتعرف علي جورج أوكي. طلب يتصور كان في وقتها الصحافي سليمان اصفهاني أوكي. كان موجود قال لي بليز بدي اتعرف عليك جورج أوكي. جورج وصوف ورحت تعرفت عليه وعزمنا لعنده على البيت تعرضت لانتقادات انه بقيتي دقائق قليله بس بالعزا يعني حتى بالعزا عندي دخلك شو بعمل بالعزا بشرب نسكافيه وكابوتشينو بقعد بجقجق مع العالم الناس عم تتعذب نحن برا بصربيا بنفوت ونطلع شو بقعد انه بقعد فتت وقفت سلمت عليه ومشيت بس انه شو بدي اروح اعمل بعزا يعني حتى في ناس كتبوا انه يمكن غلطانه انت مش بال هلا يكتب صحافه صفراء شو اخرها امي انه عزا ما بيقعدوا بعزا انه عزا بتجي بتسلم على الشخص انه انت عم بتساويه وبتفل شوفي مين عم كليك تثير بلبله في عزاء وديع والسوف والحاضرون ها شفت انه رحنا عزا وفتنا ولبسينا مستر وكل شيء وقاعدين عم نعمل واجب بدهم يحكوا لو قعدتي وطولتي كانوا قالوا بعد تفلت ما بحب وكله صحافه وناس مشهوره ما بحب انه كنت انه هيك واحد يعمل تقل لا شغلتي فوت وسلم وامشي ويجولي ما بعمل واجب بس لانه ازعجني انه كيف توفى كثير بشع لازم نتقبل شخص زعلت عليه لا عم بحكي عن غير موضوع لازم نتقبل حالنا اكثر لو كنا ناصحين هيدا البولينج عم بيخرب اذا انت يور ويك البولينج عم بيخرب حياه عالم وعم بيعلو بس بقول لك واحد ناصح واحد ناطح طب خلص ناصح شو بدك وعم بيعلو ستاندردز الجمال انه ذس از بيرفكت دائما بتقولي انك بتفضل الحيوان على الانسان لا مش بفضل انا ما بحب اللي بفضل الحيوان على الانسان انا بحب الحيوان كثير لانه ما في حدا يهتم فيه هلا صار فيه لما كنت احكي من زمان ايام الموديلينج ما كانوا يحكوا عن الموضوع كثير هلا صار فيه جمعيات صار فيه ناس تهتم صار فيه بروجرامات على التلفزيون بس في فتره انه صار يقتلوا حيوانات كيف ما كان والبشر بفكر حاله مسيطر على الدنيا انت اليوم ما لك حق تقتل شو ما كان ليه لانه اذا بتقتل انواع الحيوانات تكسر السايكل تكسر لو سيستم لاشين دو لافي لاشين تبع الحياه هيدا بياكل هيدا بيأثر عليك وهيدا اللي بيجيب لك امراض وهيدا اللي بيجيب لك كورونا وهيدا اللي بخليك تجيب كانسر فالمشكله العالم فكر انه مش هيك حب الحيوان اكيد موت بقوصوا عصافير الغراب بياكل الجردون بياكل العصفور بيجيب الشجره من العصفور انت لو ما
في عصافير، ما في شجر. مزبوط. عرفت شو قصدي؟ لا، وبعدين ما هو بياكل الجرادين اللي بتاكل العش، اللي بتاكل الزرع. ايه مثلا اذا مثلا بيقتلوا كثير ضبوع، بشوفوا عم بيقتلوا ضبوع، انت اذا بتقتل الدم هو الضبع بينظف الكداف يلي موجودين بالطبيعه. بياكل جثث. ايه ف وكمان بحبهم كثير لانه بحس معهم بريحه نفسيه. يعني لما امسك لبسينه تخرخر بحس انه شو الكلب. عندك هلا؟ هلا توفت الحماره، كانت عندي اي هاف 9 دوجز و 9 كاتس. 9 كلاب؟ بس هو بكلفه. بس انت بفتره من فترات كنت مضايقه، دعيت الناس يساعدوك ماديا؟ لا ايه لا. ليه كنت مضايقه؟ لانه كان فتت ببزنس مع حدا واصحاب داد وقتها وطعمونا ضرب وراحوا. قد ايه خسرتي؟ 7 مليون. 7 مليون وات؟ شو وات؟ ليرة لبناني هلا اكيد لا، دولار. 7 مليون دولار انت كان معك مصاري؟ كان مع اكثر اراضي وقصص. شو خاطر؟ بعتيهم راحوا؟ لا اكيد لا، نو no. بس الكاش وقتها كان كاش ماني. وهلا راح لك مصاري من البنوك؟ لا ما كان في، كنا فاضيين. فلستي اوريدي؟ ايه لا كنت جيت جناد، ما كنت قبلت، ما بعرف كيف تقبلوا انتم، انا ما بقبل. شو كنت عملتي؟ نزلت عليهم مش بالفرد، بالرشاش. هالقد؟ متقوصي انت؟ تستعملي سلاح؟ بتعرفي تطوزي سلاح؟ لا ده دربنا انا عمري 5 سنين. اوف معك؟ يعني انت فام فام فتال يعني؟ نو اي ديفند ماي سيلف، ما بخاف من السلاح. ما بتخافي من السلاح؟ طيب قلتي اني بتدافع عن نفسك وبتحملي سلاح وبتدافع عن نفسك، مع انك تعرضتي لعمليه خطف قدام احد المصارب، مزبوط هذا الحكي؟ خلينا نشوف هذا الفيديو. شو عم نفهم مصاري؟ مثل العاده؟ خطفتي ولا خطفتي حالك؟ شو هي هاي؟ شو هي هالقصة؟ شو؟ شو بدي اعرف؟ هذا الفيديو شو؟ من زمان وقت كورونا. مش مهم، هذا شو؟ شو فيديو على انستا؟ ايه بس شو بده؟ صار شيء. شو صار؟ خلص ليه صار؟ شو خطفتي؟ سرقتي؟ عملتي؟ لا صار شيء. مركبة تركيب، سكتش مش سكتش. كل واحد يحلل عزو. يي؟ بتحط هيك اشياء و حط كل شيء انا. اوكي. كل شيء، ما عندي شيء خبي. وبتزعلي لما يقولوا لما يحكوا عني؟ لا ما بزعل. يعني هذا بزعل لما يعملوا اخر شيء هذا فيديو بده يجيب لك هيت. ما تعودت هلا without hate it's not normal. العالم يقولوا عم شو اسمه شيء زاب. خلي شو بيقولوا العالم. شيء زاب بدي اتنشن. هدول قصص. ما بيهمنا شو بيقولوا العالم. شيء وصار ليه بدكم تذكروني فيه مثلا؟ لا شو عم ذكرك فيه؟ شو انا جبته ما جبتهم بيتي انا. طيب اوكي خلص قطع. ما بدك تحكي فيه. اوكي بتخافي من التشويه؟ لانه كتر يعني لانه مع العمر في ناس بيروحوا لعمليه تجميل بيتشوهوا بالاخر. ايه اكيد بيتشوهوا لانه المره صار عندها عقده والعملية التجميل اذا انت ما بتعرف تعمل بلوك على حالك بصير واحد بده اكثر واكثر واكثر وادكشن وبصير يعني واتس نوت فيزيكال ادكشن اتس منتال ادكشن لانه المره عندها مشاكل ببيتها، جوزها عم بيروح يبصبس هيك وهيك وصار مع الفلاتر ومع صار المره عندها عقده نفسيه من حالها بتضل بدها تعجب وي وما بقى تعرف حدا يعني اليوم كنت عم بحكي مع ميك اب بصير مع الميك اب ارتست ساكل بيصير وي. يعني ويس باتريك شالهوب بيهتم فيه لانه انا حدا كثير بحب الناس بس اللي حواليه تهتم فيه. أوكي. يعني انا حكيم غريب كثير صعب يهتم فيه، ميك اب غريب وفيه لفريق مش وفيه، اي نيد تو فيل سيف بين ايديهم. ما بحب انا ناس مثلا ما يفهموا طبعي او يشوهوني بس لدعايه او شيء نو ما نو. فمشان هيك بروح بعرف نقي الحكيم. مين النجمه ممثله او مغنيه او شو ما كان اللي بتقولي مثلا كانت احلى قبل التجميل صراحه؟ اليسا. اليسا كانت احلى بالتجميل. شي واز مور ناتشرال. هلا بحس في شيء هون وهون عندها قاشط لازم يظبط لها اياه، في شيء هون بول مش ظابطه. اوكي. مين كمان؟ في كثير فيهم دير. مثل كمان؟ هاي اكثر شيء انه هيك هول بش عندكم. انتشر من فتره خبر ميريام كلينك تصدم متابعيها بالانجاب من دون زواج. بدك تجيبي ولد من دون زواج؟ جبت. شو؟ 18 اوغست. خلفتي؟
بس كيف بحق لك؟ I'm Serbian, I do what I want. ما حاحكي خلص. I said أنا طلبت ما بدي personal questions. أوكي خلص عارف إنك صرتي ماما. هيدي لحالها بوم لحالها سكوب. ميريام مرة نزلتي بوست قلتي فيه قريباً سأموت مثل مارلين مونرو إذا كنت محظوظة كفاية. هلا كثير نزلت أشياء بوقت الهيدا. بوقت شو؟ بوقت الهيدا. كورونا؟ بوقت الحبل. إيه. ليش؟ I was depressed. كنت بدي أقتل حالي. شيء كتير مضايقت كتير. Please خلص. Please stop 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 stop. ما بدي. قلت أنا طلبت. بس هو شو هو اللي بطلوا؟ No 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 personal question. أنت حطيتيها هيدي. لا أنا حط خلص راح وخلص. بتخافي من بتخافي من الموت؟ أبداً. بتفكر تنتحرش يوم؟ لا أكيد لا. في لأنه أنا حدا نرجسة. إذا في مثلاً إذا بلحظة غضب. إيه. بس إنه هيك تفكر وهيك إنه لا. بس بلحظة غضب مثلا مثل ما صار مرة عند الدرك وقتها وقفونا للسيارة كنت كب حالي من البالكون سحبوني من اجري عرفت لا بلحظة غضب اوكي بس ايه. قرار انتحار ما بتنهي لا نيفر نيفر يو نو واي بس اذا كثير عصبتني هاي المرة الوحيدة اللي كنت جربتي ايه لا ما جربت بس انه كنت بديبرشن انت عندك بوردر لاين ديس اوردر نيفر ام النارسيست لا ليه بتحطي هاشتاج بوردر لاين ما بعرف عملتي ثيرابي شي مره نيفر يي ما بروح يي نتخيل شو يعني ثيرابي ليش عيب اكيد عيب لانه انت ما عندك حدا يحكي معك شو يعني يلي بيروح عند ثيرابيست ما عنده حدا بيقدر يحكي معه ليش شو بدي بس حدا يس شو ثيرابيست ثيرابيست هو حدا هلا بدي اقوم عليك اي اخر همي خليني لك شغله الثيرابيست هو حدا بروفيشنال بيحكي معك ما بروفيو بروفيشنال بلود انا بخليه يضحك عليه الثيرابيست يا بده يعطي دواء يلي بسيكياتر بيعطي دواء هيدا في فيدك اذا كثير مجنون بس يلي عنده شوي ديبرشن يا بتحل مصيبتك يا بدك حدا يسمعك شو ترى بس بيجي بيسمعك بيقعد وانت بتفضفض على حدا غريب هي دازنت جادج يو فبترتاح مزبوط. لانه طلعت سيتو ذس از ا ثيرابيست فاللي بده يروح انا بحكي حالي وبحكي وانا حدا جو مكسبريم يعني بحكي اكستروفرت يعني وي فبحكي فمن نوع دون نيد اكيد لا شو بده يروح اعمل ادفع له مصاري كرمال يسمعني بحكي على فيسبوك على السوشيال ميديا على اصحابي يعني كثير بكب بريشر على الناس فذاتس واي اي دونت نيد مثلا اذا واحد ما بخاف يحكي واذا كان فنان وبخاف يخسر شغله ومصرياته ياخذوا على حفله ايه بده يضطر يروح لحدا يسمع له ذاتس ات اخذتي دواء شي مره؟ نيفر بانادول ما باخذ اف حتى دواء مضاد في عندي حدا هون بيعرف ايبو ما باخذ ابدا اوف بعمل مشكله يعني اذا حتى موجوعه بموت ولا باخذ دواء لانه عندي او سي دي ما بوثق شيء عمله الانسان اوف شو عم نعرف عنك اشياء كثير اليوم ايه كثير في قصص فضفضي اليوم لا انا هيك طبعي يلا خلينا ناخذ اول بريك بحلقه الليله وبنرجع روحها عودة لحلقة المزح نص جد الليلة مع توب موديل ميريام كلينك كيف؟ إذا ما حضرت الحلقة لايك اند سبسكرايب على قناة اليوتيوب ترجع بتحضر الحلقة honestly فيها لذيذة بتسلي أكيد مطلوب منك عن جد هلا التحدي اللي فيه مزح وفيه جد أبو الناج بسألك سؤال يا بتجاوبي وإذا أحرجتك كفاية لما تجاوبي بدك تعملي التحدي، التحدي إنك تعملي شيء أنت ما بتحبيه. شو؟ تفضلوا. جبنا لك برجر بعرفك. نو واي. بلا جتت، نيا. لازم ما بيعضك. لا لا بكره بليز بليز بكره جتت جتت. جتت؟ ولو لحمة ناعمة. جتت جتت، يعني نعمة يا بلود حيوان ميت جتة. تاكلوا جتت، أنتوا أكيلة جتت. نحن أكيل جتت؟ كلكم أكيلة، أنا أي واز بورن. انا الانسان الوحيد الخلق على الارض ما بياكل حيوانات خلق يعني لا سمك لا دجاج لا انت وصغيره خلقت ماي بادي ريفيوز بلغم هون على السمك اذا بدك تقتلني جيب لي سمك شو بموت بدي اوبيتال بنفخ من هون اوف ايه واللحم ابدا كنت نو واي جربه بالقوه مره ما فاتت ما قطعت من هون يعني انا الانسان الوحيد على الارض بيصيروا فيجيتيريان بيصيروا ما بياكلوا اللحم بس بياكلوا سمك ولا شيء حتى المارشميلوز اللي فيها جيلاتين ما باكل حتى الدواء فيه جيلاتين ما باكل اوف نو جتت فور مي ثانك يو نو جتت فور مي طب ليكي طب الحليب وي لانه ما ماتت ما لنا جته اوكي يعني البقره بتشرب يعني بتاكل جبنه بس ما لنا ميته مانك فيجن فيجيتيريان نو نو نوت فيجن فيجيتيريان ما بتصيري فيجن ايه شوي خففت حليب بس جبنه بحب بس خففت I love cheese but I tried but no شو بتاكل شو اكثر اكله عندك مجدره
مجدره بتحبي المجدره؟ بحب ايه هيك الاكل اللبناني كثير، برغل بلبن، برغل بندوره، بندوره وي، بحب الميزه اللبنانيه، حمص وتشيز ان واين، فرايح هيك جدا فونديو هيك بس لحمه جتت. اذا اوكي اذا في لحمه على الطاوله، لا اكثر شيء بيضحكوني يلا صرنا جمعه ما اكلنا لحمه، اللي تستريك عن جد انه بليز، بصير بيطلع على الاخبار يقول شو بدي ابكي معه، انه انا خلقت ما بك ما بني شيء، ما عندي بروتين، شو ما عندك بروتين؟ ما انا كيف عايشه؟ ايه بتاخذ بروتين من الفاصوليا، بتاخذ بروتين من كذا محل، وات ايفر، صويا صوص، يو نو نيت، يو سي، ايه يو دونت نيت، ما بدي انا بحبه ما خلص هلا صحتين كل جتات ما طيب شو اللي معقول تاكليه من هيدا اذا ما جاوبتي؟ ولا شيء، ما بجاوب ولا باكل شيء. يلا اوكي، لكن ما رح تجاوب. مين وجه لك اسوأ نقد؟ من بين الآتية أسماؤهم: عادل كرم، هشام حداد، سلام زعتري، جاد غصن. أسوأ أنت؟ أنا أسوأ أنا؟ إيه ما بشو قلت مرة شيء زعجتيت، بس قلت بيناتهم، لأنه عادل، لا عادل بلا. أنا شو قلت؟ يا أنت يا مو أنت، إنه كثير بشو قلت له، إنه كثير إنه يي أوف، إنه ما تتساءل، بس أي ثينك قال شيء هو مبلا. عادل. من بعد ما طلعتي معه؟ شيء إيه، شيء سبيته. اوف ايه رجعت سبيته، ما بعرف شو، ايه انه ما حبيت. اوكي ايه جو كخاك سعادل بيعادل انت سكند، انا اقول لك ما انتبهت. اعلامي بترفضي تعطيه مقابله بالفتره المقبله: هلا المر، تمام بلاي، هيدا رفضت وتشكت علي. نضال الاحمدية، توني خليفه، ايه ما انت وقت عملت عنتر حكيتني بس ما بعدين هجمتني ما شبهها. توني كمان مرة كنت حبه كتير ومطلعني حلقة وعملنا سكوب وبوم ومدري شو، كان بعقد فجأة مو بيتحولوا هو هداك نواي كمان ولا واحد؟ نحن عادة منطعية إذا هلا منيح إنه جيت. اه إيه إنه ما، لا أنت مهضوم، ما بتزعج لأنه يو نوت، منك بولير، منك صحافة صفرة، إنه بتضحك بس عم بتجرب هلا تفوت شوي غلط، يعني عم بتجرب شوي تفوت قصص ربع نص صفرة هلا؟ ايه هلا شوي اليوم؟ لا انه كنت بتعقد، كنت عن جد اهضم زلمه بكل البروجرامات بالعرب كلهم، لك انت يو ار بومر، بس المشكله فتت بجو انه يمكن الشهره شوي هيك لعبت لك براسك، صدقت حالك شوي زياده نو ريلي، فشوي صرت تفوت بقصص يعني ضلك ذا هشام وي نو لك يو اميزنج. بس عم تحكي اليوم ولا عدم؟ اول ذا تايم، يعني انت باول فتره بتعقد، بتذكر كنت خايف وكان بدك البروجرام يطلع وقت طلعنا مع بعض، بعدين يعني ما تفوت مثل هول. اوكي. ستي هشام. فهمت عليك. اوكي. اوكي. برافو برافو. مطلوب منك تختاري الاقل جمالا بين هول النجمات، اقل وحده بلا فلتر او مع فلتر. مثل ما شوفيهم. هيفا وهبي، مايا دياب، لميتا فرنجيه، ياسمين صبري. اقل او اكثر حلوه؟ الاقل اكيد هي هونيك لتحت. لميتا فرنجيه؟ نيا ما بفوز زي كل قلت لك ايه نيا طب ما تستضيفوني بفعل انه خلص ما لي جلاده انه هي اللعبه لا لا هي طلعت لا تسوي نحن ما كبرنا هالقد انه هاي اللي تحت انه هيدا انه هاي اللي تحت نيا نحن ما هالقد كان بدنا صراحه يعني نحن ما بدنا هالقد صراحه انا كثير سارح طفله مطلوب منك تلبي دعوه لعشاء رومانسي مع واحد من هولي: كريستيانو رونالدو، احمد ابو هشيمة، ما بحبهم كلهم، محمد رمضان، ليونيل ميسي. عشاء؟ ايه ما بحب العشاء بزهق. غدا؟ ما بحب درينك، ما بشرب. شو بتعملي؟ كيف شو بتضهري سيني؟ لا اكشن نقوس. ايه ما بيأثر موعد. هشام شو هشيمة؟ احمد هشيمة احمد ابو هشيمه هشيمه احمد ابو هشيمه ايه هيك ما بعرف هيك مشهور وهيك ما بعرف بحس عنده شيء يحكي. اوكي ليه كريستيانو رونالدو ما بيفهم ما بيحكي انجا بيحكي انجليزي ايه وهذا بده يعمل لي بوم 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 مين بوم بوم محمد رمضان ايه والثالث مين ميسي بتروح احكي فوتبول بزهق فهشيمه ما عنده شيء صح لك تقدري مع كريستيانو رونالدو ميسي ما بيعني ورفضتي ما بيعني ولا طيب انت بتلاقي حالك الكوين ام كوين يو ار ا كوين اي نجمه من هالنجمات ما بتستاهل لقب ملكه اللي هن اليسا كلهم صاروا ملكات لحظه اليسا ملكه الاحساس احلام الملكه شمس ملكه الانسانيه حليمه بولند ملكه جمال انا بدي اغير اسم لازم احسمي شيء ثاني خلص السلطانه صرت سلطانه طب مين منهم ما بيستاهل كل واحد لجمهوره بيستاهل
ماما ما ما يعني ليك انا ما لها خبرك شيء يلي بهج بهج مو بكون عامله شيء شخصي اوكي فما بعرفهم ولا مره ما بيعرفوا تلاقيهم بيستاهلوا ماما لا لجمهورهم مش لالي انا عادي اوكي بس لجمهورهم يمكن احلام ما بتسمعي ولا وحده منهم؟ نو ما بسمع عربي ابدا؟ ابدا ولا حدا؟ ولا حدا ولا رجال حتى؟ كثير مشهور مثلا بس ما بسمع عربي ما بحب ما بعرف ما بسمع اوكي مطلوب منك تختاري ملك جمال الدراما العربيه لا بليز بليز انا المغنيين ما بعرفهم ليش هم بتعرفيهم ولو يعني تايم حسن قصي خولي لا عن جد حتفكروا انه هلا عم بتكبر او عم بحكي انا ما بحضر تي في ما بعرف شو يعني مسلسل ما بتعرفي معتصم النهار ما بتعرفي بسمع بس اي دونت نو انه شو قصدك تبعي احلى شاب بيناتهم كصوره هيك ايه هيدا سكسي بس اللي فوق تكوينه احلى تايم ايه بس هيدا ذكر اكثر لا على الزاويه تحت إيه اللي فوق اللي فوق بالزاويه تكوينه حلو معتصم النهار هيز نون اي ثينك ايه طيب مطلوب منك تختاري مصمم الازياء الاكثر شهره برايك الي صعب زهير مراد جورج حبيقه نيكولا جبران انت توب موديل جادور جورج حبيقه انا كثير سو عملت فاشن شو له وثاني فاشن شو الي كان لالي صعب كثير عملنا فاشن شو مع بعض الي صعب من اول ما بلش لليوم على زيت النبط هي سو نمط هي سو بروفيشنال نيقه بشكل يعني كنا نصور مثلا الساعه 6 لنخلص 6 ثاني يوم نهلك بالتصوير قد منه ميتيكولوس كثير دقيق جورج بعقد كذا مره عملت له فاشن شو كان يحبني كثير كلهم نيكولا جبران اكثر واحد بس هلا يعني مالها كثير قرار بين جورج حبايا والي صعب مين بتنقي؟ هلا كشهره كاكثر واحد هو اكيد الي صعب كشهره اكثر شيء بس كفساتينو بحب كثير جورج اكثر شيء بعدك عم تعملي موديلينج؟ ما الجلادة لا وقف انا ما كنت حاب كنت حاسه حالي تعليقة التياب اتضايق وما انا بحب بدي اقول لك شغله الفن احلى لانه ام لون ام ستار لون تخيل هلا حطيت لي 26 وحده حد انت اصلا لحظه انت اصلا من الواضح من اكيبك وهيك واضح ما بتتفقي مع نساء كراون كراون يعني ما عندك اصحاب بنات يا ولا مره غير يا ولا مره وما بيقربوا هلا بشحطهم شحط هلا المره بكرهها حي انسى 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 ما بقدر شو هالحكي هذا ما بقدر عم بتعمم على النسوان كلهم ما بقدر انا كثير ضايقت ما تفوت شخصي خلص لا ستوب هير لانه ما بحب النسوان يا زلمه ما بحبهم ما فتت شخصي ما عم بسالك سؤال ايه ما بحبهم بس خلص. انت بحياتك ما بقربهم اصدقاء انه هاي هاي مرق صديقات وما زبطت شو بدها تحكي فستان وهذا تركني وهذا بزهق مان عنده كونفرسيشن عنده اكشن ما عنده هيك قوي ما شو بدي احكي انه يعني. تجميل بزهق I don't like ولا that. في نساء كمان بيحكوا نو نو حتى اللي بيحكوا مذكرين فقالي بروح على الذكر ديركت ايه بكونوا يلي كثير انه قوايا ما بتحسهم فمنن شو بدي لعب بالثلاث لا عم بتعمل مصدوم لا عم بستشف منك لك ايه هيك ما بحبوني ما فيك تسالني سؤال ما لا اوكي بس بحياتي لا بس اسالك سؤال بدي اقبل الجواب ايه انت بتقبل ما تنصدمك لا لا قبلين الجواب بس عندي سؤال ولا مره مرق بحياتك صديقه؟ بلا ايه وشو؟ وغدرتك؟ ليك ما بدي اسال انا اصدقائي اللي كانوا يا طلعوا لي لسبيان لحظه يا طلعوا لي بدهم شهرتي ودوي يا بدها تخون جوزها تستعملني انه جاي لعندك بتروح بتخون جوزها في كثير خيانه؟ كثير كله بخون كله 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 اصلا الحب 3 سنين يعني انت ما فيك تعيش اكثر مع شخص لانه مع الوقت بيروح الحب بصير في مثل اخوه اوف أيه. اكبر حب 3 سنين ماكسيموم وبعدين شو بتصير فيه؟ بتصير هيك انه بعدين بيتحشوا على ميريام كلينك؟ لا ما بيتحش عليك مجوزين؟ لا شو؟ بيتحش؟ اذا بحكيك الانستا تبعي بتنصدم مين؟ مشاهير؟ لا عم تمزح اي سوير جاد واذا بتشوفهم هن وجمارتون هيك لاف لاف بونز ماي بيست ماي لاف بيتحشوا عليك بتردي على حدا؟ لا انا بدهم يشوفوني ببعثوا لي كادو بيجوا على بيت تحت البيت شو بعمل؟ انه برد ايه بس بخافوا بعدين بصير يخافوا شوي ليه بتخاف بتهدديهم؟ لا بتهدديهم انه تقولي لانه لا لا انت لما تسرق بتفكر كل الناس شافتك لما تعمل شيء الانكونسيون تبعك عرفت؟ لما تعمل شيء وما ليك ما حدا مبسوط مع حدا انه بشكل جيزه بشعه لانه هي وقت
او لطعم الاطفال. انا بحب الحب المثالي وضل كل الوقت يحبها. حتلاقيه روميو اند جولييت ما في، لو في اكيد كنت معه بس ما في. ما في ثلاث سنين بس، شو بدي اقعد معه ثلاث سنين؟ لا يلا خلينا ناخذ تاني بريك بحلقه الليله وبنرجع ابو الناس. مشاهدينا عودة للفقرة الأخيرة من حلقة مزح نص الجد لليلة مع ميريام كلينك. على إذا ما حضرتوا الحلقة لايك أند سبسكرايب على تشانل يوتيوب، ترجع بتحضر الحلقة من أول وجديد. تصريحات نارية هلأ عم تمزح أكيد. آخر فقرة أبو الناج. بعده البرجر إيه؟ ما بيندار ولا ممكن، لو بدي موت جوع بس حقصة لتشوف اللحمة من جوا من نصها. تفو لا حرام، حدا بقول تفو على تفو. بدي أقول تفو، ما بحب الجتات. تخيل لحظه بدي اخبرك قصه صارت معي مره. كنا فوق بتعنايل، في وحده قرفانه من البقره، قال لها يا ريحتها لك شكلها شو بشع. قلت لها يا مجدوبه انت بتحطيها ببطنك تاكليها، هي وجدتي مش عايشه. من بعدها صارت فيجيتيريان. هي صارت فيجيتيريان؟ ايه، لانه عرفت شو يعني تشوف البقره مقرفانه منها هي وعايشه. قلت لها تخيل هيدا من جدتها عم تاكليها. ايه فمن وقتها. طيب هاي البنت اللي صارت هي ليه ما صرتي اصدقاء معها؟ لا لانه ما زال سمعت لك تسمع انه فيها تسمع، كلهم بيسمعوا. ايه بس نو واي تعملي بنت سرفيتي. لو نزلت السماء على الارض. طيب هالمره كل مره حاعطيكي خيارين، اذا ما بتعملي واحد من الخيارات بدك تاكلي برجر. خلص برجر، انسى البرجر ما كثير. يعني رح تعملي ان شاء الله؟ ما بعرف شو بتقلي هلا، مدري شو عملي بعملها ولا باكل. طيب بين انك تكشفي عن اسم رجل سياسي تقرب منك وعرض عليكي اموال مقابل انك تكوني حبيبته، لانه صارت. يا لحظه، مين خبرك؟ انا ما خبرتكم هيك قصص، انا طلبت انت. لحظه، انا طلبت منكم تسالوا مني القصص. لا سالنا ناس بيعرفوكي. ما بعرف حدا. شو ما بتعرف حدا؟ ما بعرف حدا. في ناس قريبين؟ ما حدا عنده قريب. بس في سياسي عرض عليك مصاري ولا مين هذا الخبرك؟ خالص. لا لا يو نيد تو نو مين هالجأجوع. عرفنا. نو نو نو. عرفنا. كيف؟ مين؟ مين؟ ما خصكم. لا. مين السياسي؟ ما حدا خصي. تعرضتي للتحرش شي مرة ميريام؟ بس أنا إيده بالكف. أوف. مش تحرش، اختطاف. اختطاف؟ شو يعني؟ يعني كان في شاب خبرته بخبرها إيه. اوكي كان في شاب معجب فيه كثير، كنت روح معه هيك، بس دائما انا بتعرف انا بجيب ناس معي بحياتي ما بروح لحالي، حتى if you invite me to dinner بتشوف جايبه معي وليمه ما بجي لحالي. اوكي فكان معجب كثير وكنا بكافيه، فكان عندي قياس تياب لفوتوشوت، رحت على الفوتوشوت، كان ناطرني تحت مع اصحابه، ناطر على الطريق وانا كنت صافي وقت ما فهمت شيء وات ايفر، كنت صافي بانتيليا سيارتي، رحت معه على المطعم قلت له دقيقة بدي اروح اي ستياب لانه ثاني يوم عندي تصوير. اوكي كيف تاخرنا جن وهيك نطر هيك، طلعنا بالسيارة معه قلت له بليز انه ردنا على السيارة. لا وشفت بالسيارة واخذنا مدري وين شي محل بجوني، بيجي بدك تنزلي ما بدك تنزلي، بينزل بيفتح لي الباب هيك قال بدك تنزلي معي، قلت له ما بدي انزل، صاروا الشباب اللي معي يروقوني انه بليز وهيك، قال لي خلص تعال ننزل شو بده يصير يعني، فنزلت قعدت هيك عملت هيك وعم بحط ما بعرف شو كيس ما بعرف شو صار ياخذ قصص، فجأة فل رجع هو ورجع اخذني بايده فوتنا على الاوضة. وهيك توقفي الخبرية. اسمع فوتنا على الاوضة انا واقفة هيك وبلش بده يدرج شو انا انه عاد انه اللي بده صرخ انه ايه شو يعني شو بدك انه خلص يا انه بليز انه خلص جيت شو بده يصير يعني، اجا وبلش بده يمسك لي راسي وبده يبوسني، عملت شبلي معي فات. هو لما فات الشاب فتح الباب وفات عصب كثير واخذ الفرد وقوس عليه. شو؟ قطعت الرصاصه هيك، كيف انت دينتك هون؟ هيك قطع. اف ايه فعصبت شو بياخذ قصص، فبدي اقول شغله لقصه قصه المجرد ايه. انه مش انه اي بنت طلعت على بيت واحد انه خلص لانه شفت العالم انه طلعت ببيته انه خلص انه هم لازم يختص بيك ايه. هيك فهمت من العالم، اذا بتطلع على بيت واحد انه انت حتغتصبي يعني انه ايه. طلعنا على بيته وثاقبت لانه مجنون ايه وجرب، بس ما لك حق اليوم لانه طلعت على بيتك انه تتصرف هالطريقه. انت عم تقولي على قصه سعد المجرد وي انه انا كثير حط حق علي لانه طلعت معه على الاوتيل. ليش؟ ما هو حرام انه يمكن صارت او ما صارت ما بيهمنا، هذا القانون الفرنسي بيشتغل، بس انا كمرة اليوم حقي بدي اطلع على بيته. طلعنا على وما بدي اعمل شيء، ما بدي اعمل شيء، بدي اكون بالظلت عندك وما بدي اعمل شيء، حره لهالدرجه؟ لهالدرجه. ليه انا اليوم بدي اختصم طلعت على بيتك من العالم النسوان والنسوان عم بتدافع انه واذا طلعت لعنده بايديك واجريك هيك عم بسمع عم بيقولوا للبنت اوف لا ما بيجوز ايه فهيدي صارت كانت وقتها بشعه
ميريا، انتشر من كم اسبوع خبر عبر صحيفه النهار انك صورتي بشكل سري حلقه تجريبيه من برنامج نقدي رح تقدميه على ال بي سي. مين طلعها؟ بلا صورتي بايلوت. بلا قديمه. لا مش قديمه. بلا اي متى؟ لا خلص انسى. ييه. ما في شيء. طب قديمه شو كانت تفاصيله؟ مشيخ ما في احكي. ايه شو بس ما فهمت يعني معقول يعني بعده وارد؟ كل شيء وارد. خلص نكست. برنامج نقدي؟ نكست. مين خبرك؟ برنامج نقدي او لا؟ خلص نكست. طيب. يا اما بتجاوبي على السؤال اللي بقلب الظرف؟ لا. اللي بقلب الظرف؟ لا ما حبيت. يا ما بتاكلي اللحمه. في باد فايبس. شو عرفت؟ ما حسيت فيه. ايه؟ I feel the vibes. شوفي شو جايبين؟ شو هالطنجرة؟ ما بعرف شو حمل لي طنجرة هيدا. ما في طنجرة يا اخي روحي. اوكي I wanna read it. بتقري عربي؟ ايه ولا بحكي اربع لغات خمس لغات. شو هالبياخة؟ I said personal question no. هذا شو البيرسونال question؟ I said personal questions no. طلبت منه ما بقبل. Personal questions no. منو بيرسونال؟ ما بس ما قلت له شردته. شو في البيرسونال هذا؟ خلص خلص نكست. بس كيف نكست؟ كيف حسيت نكست؟ خلص ياي شو ذكية لك قبل شو قلت لك؟ شو قلت لك وعم بيقطع هيك؟ شو قلت لك؟ I feel بحس ما بتصرحي عن فل لوين؟ فل بتفلي من شو؟ عبيتي. إذا سألناك قد إيه عمرك بتفلي؟ خلص أوكي بح ليه؟ أنا طلبت ما بينسألش خلص عن جد خلص ما بدي. هو اخر سؤال كان باي ذا واي ما تفلي. اوكي خلص يلا ليتس جو. اخر سؤال يلا ليتس جو. شو اللي بيزعل الموضوع؟ ما بيزعل بس خلص انا قلت سالت كثير عم بيسالوا. يلا ليتس جو. انا اليوم سالت اسئله بيرسونال كثير. I said no personal. I don't care. طيب يلا اختم. دق الله.